مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشرة، معكم من نفس المنطقة اللي هي بوسكورة، وحط طريق خطيرة، وهذا المباشر كنتمناو نشوفو صحاب الشاحنات. هنا كاين واحد العناصر هنا كيبيعو الدلاع وصحاب الطونوبيلات اللي فيهم القهوة. المكان راه مفيش إنارة نهائيا، على غير ضوء السيارات هو اللي كيعطي واحد شوية ديال الإنارة هنايا كما كتلاحظو. هانتوما هادي كلسة ديال الياجور ما تتبانش، ميزانية كبيرة في هذه منطقة بوسكورة كتخسر وما كيديروش الإنارة وما كيديروش الضوء. شوف حتى حاجة ما كتبان، دايرين واحد شوية ديال الضوء باش كتنتابع. هانتوما شوفوا هذا فين حاط الليمون والبصلة، ما تيبانش هاد الخضار كاع. شوفوا هاد صاحب الدراجة اللي ما عندو حتى شي ضوء تا هو، قدا شي شاحنة ما تشوفوش، حشومة وعلى ضوء عار هادشي. فين 23 ومازال تنشوفوا بحال هاد المشاهد ديال الضو، ما كاينش في الطريق. يعني شنو نقول لكم، لا حول ولا قوة الا بالله. دوينا على اصحاب المقاهي في السيارات، هانتوما غير هاد القطعة، هاد الشارع من هاد البلاصة هي اللي فيها الضوء، أما البلايص اللي دزنا بحدهم راه ما فيهمش إنارة ومازال قدام ما كايناش إنارة. هانتوما شوفوا الشاحنات قداش الموتور زعفاو داك البرد ديالو، لا حول ولا قوة إلا بالله.
مشاهدينا الكرام، الى هنا انتهى هذا البث والى اللقاء.